بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. النهاردة بإذن الله تعالى الدرس الثاني والثالث من الوحدة الثانية من كونكت 3 الصف الثالث الابتدائي. والدرسين إلى حد ما مليانين شوية علشان خاصين بجزء العلوم. كنا اتكلمنا في الدرس الأول عن أبو هانا وأبو هاني، كان عنده صداع وتعرفنا على بعض الأمراض زي اللي عنده صداع واللي عنده كحة واللي عنده حمى واللي عنده ألم بالمعدة، تعرفنا على ده كله. النهاردة إن شاء الله هنراجع أجزاء الجسم كلها بتاعة سنة تانية اللي احنا أخدناها، وهنركز على أربع حاجات مهمين جداد: القلب والجلد والعظام والمعدة. وهنعوز نتعرف على كل عضو والوظيفة بتاعته، يعني مثلا القلب شغلته بيضخ الدم في الجسم، الجلد شغلته بيحمي الجسم، العظام بتساعد ان انا احرك دراعي تساعدني على الحركة، احرك دراعي امشي مش كده يعني، المعدة بتهضم الطعام وهكذا. تمام. بعدين هنتعرف على رامي واصحابه. رامي عنده 6 بنات اصحابه، بيسأل كل واحدة عندك ايه، مثلا اروى هنا عندها برد فبيقول لها خلاص اقعدي في البيت، انجي مثلا عندها كحة بيقول لها اشربي مية بليمون، نبيلة عندها صداع بيقول لها حاول انك تنامي، مي مريضة بيقول لها روحي للدكتور. هنعرف الاسئلة بتاعت رامي وكله في الدرس الرابع ان شاء الله. يلا نتوكل على الله. فكرناكم بيها قبل ما نبدأ في حل الواجب. اول سؤال معايا هو سؤال التوصيل، كلمة what is the matter، ما الامر ما الموضوع. طبعا هوصلها بايه؟ هوصلها بنو؟ لا مش ردها نو خالص. طب يس ما نو اختي يس، يبقى الاثنين ما ينفعوش. بيكوز لا برضو. اي ام 11 عندي 11 سنه برضو لا. اي ايوه اي هاف، يبقى هنوصلها باي هاف الاخير انه بقول له في ايه، قال ان هو عنده حمى. طيب ار يو اوكي، هل انت كويس، هل انت كويس. طبعا وصلناها بايه؟ نو اي فيل سيك، لان ابو هنا لما هي بتساله ار يو اوكي داد، انت كويس يا داد، قال لها نو اي فيل سيك. بعدين كان اي جيت يو anything، تحب اجيب لك حاجه، رد وقال يس بليز ا جلاس اوف ووتر، لما هي قالت له اجيب لك حاجه قال لها ايوه عايز كوب من الماء. يبقى هو بيركز في الاسئله على نص الاستماع. تمام. الثالثه اي ام سيك، طبعا بيكوز اي هاف ا هيديك، هو بيقول ان هو مريض علشان عنده صداع. تمام. رابع واحدة بقى اللي هي كانت الأولى اللي هي المفروض what is the matter، I have في الأخيرة I have إيه a headache. طيب السؤال التاني ترتيب، هنحاول نرتب الجمل. هنا بيقول لي matter و is و the و what. طبعا هنبدأ ب what كالعادة، يبقى what وهيجي بعديها is وبعدين the وبعدين كلمة matter اللي هي الأمر. فهنقول الجملة على بعضها what is the matter اللي هي ما الأمر. هنا بقى هنبدأ بالحمراء I بعدين have 3 A كف 4، فهنقول كده I have a كف. تمام. هنا بقى سهلة قوي، are you okay، هل أنت بخير. نبدأ ب R وبعدين U وبعدين okay. لازم قراية نص الاستماع اللي احنا بنقراه مهمة جدا علشان الأسئلة كلها بتبقى على نفس النمط. نخش على السؤال اللي بعد كده، هو سؤال الاختيارات. بيقول لي what is the نقط، الرد الراجل وقال I have a cold، عنده برد، يبقى what is the better ولا matter ولا medicine. طبعا what is the matter، ما الأمر. I don't feel well، بيقول ان هو مش حاسس ان هو كويس. I am ايه بقى، اوكي ولا سيك ولا نايس. طالما مش حاسس ان هو كويس يبقى هو كده ايه، يبقى هو كده مريض اللي هي سيك. I am sick، هو بيقول ان هو مريض because I نقط a headache. I feel ولا I have ولا I get، طبعا I have. Can you get me، ممكن تجيب لي a نقط of water، ايه تبع المية، glass
كلاس فصل ولا جلاس كوب ولا دش طبق؟ طبعا اكيد جلاس اللي هي كوب من الماء. اي نقط في الويل عايز يقول ان هو مش حاسس ان هو كويس، هو دي قالها فوق اهو، قال اي دونت اهو، يبقى لازم هنا نختار مين؟ دونت. تمام. طيب ماشي، نخش بعدين على سؤال ان احنا هنشوف الصورة ونعمل اي علامة قدام الجملة اللي تتماشى مع الصورة. الصورة الاولى الولد حاطط في بقه مقياس الحرارة، فهو بيقيس هنا الحرارة، فهيقول يا ترى ايه؟ I have a fever ولا I have a cold؟ طبعا fever اللي هي حمى السخونية اللي احنا قلنا عليها، يبقى اذا هي الاجابة الاولى. التانية بيقول I have a cough، عنده كحة، ولا I have a headache، عنده صداع. طبعا احنا شايفين ان البنت دي بتكح، يبقى الاجابة برضو الاولى. تمام. طيب ندخل بقى على درس النهاردة، بيفكرني بالحاجات اللي انا خدتها كلها في سنة تانية، اللي هي اجزاء الجسم بداية من الرأس. فاكرين الرأس كان اسمه ايه؟ هيد، اللي احنا شرحناها وقلنا خدنا منها هيدك اللي هي صداع. طيب ايش الرأس كان فيها شعر؟ الشعر هير، هير صح. طيب نمسك بقى الوش، العين، العين اسمها اي. تمام. الانف، الانف اسمها نوز. البق، البق اسمه ماوث، ماوث. تمام. ناخد برضو الاذن، الاذن كان اسمها اير، اير. الرقبة كان اسمها نك. تمام. ننزل كده على الذراع، ارم، ارم. ننزل على الايد، هاند، هاند. ننزل تحت على الرجل، الساق نفسها، لج، لج. اللي بنمشي عليها ونلبس فيها الحذاء، فوت، والجمع بتاعها فيت. تمام. وكنا خدنا الركبة، ني اللي أولها كي مش بتتنطق. بيفكرني بدرس السنة تانية وهيزود عليه شوية حاجات. ايه بقى شوية؟ دورة القلب والجلد والعظمة والمعدة. تمام. عرفنا ان القلب ده شغلته بيضخ الدم، بيضخ الدم لجميع أعضاء الجسم، والجلد ده بيحمي الجسم نفسه، والعظم ده بيساعدنا نتحرك، نفرد ايدينا، نفرد رجلينا، بيساعدنا نتحرك، والمعدة بتهضم الطعام، المعدة بتهضم الطعام. عايزين نعرف الكلام ده بالانجلش ونركز فيه. فأول حاجة هنتكلم عليها القلب، اسمه ايه بقى؟ هارت، هارت يعني قلب، هارت يعني قلب. والجلد اسمه ايه؟ سكين، سكين. طبعا ده واخدينه من الحصة اللي فاتت. والعظام بون، بون اللي هي العظم. تمام. المعدة اسمها استوميك، اسمها استوميك. تمام. عايزين بقى نعرف وظيفة كل واحد بالانجليش زي ما عرفناها بالعربي. هنيجي للقلب، لاقي شغلته ايه بقى؟ قال لي شغلته بمبس بلد. يعني ايه بمبس بلد؟ يضخ الدم. بامبس دي يضخ، وبلد يعني دم، الاو هنا بنطقهم فتح، بلا بلا بلد، فهو بيضخ الدم. تمام. سكن بقى شغلة السكن ايه؟ قال لي بروتكت بادي، بروتكت يحمي. خدناها في سنة تانية الترم التاني لما كنا بنقول لازم نحمي البيئة في الوحدة السابعة. ها تمام. هنا بقى الجلد شغلته ان هو بيحمي البادي، الجسم. تمام. طيب بون العظام شغلتها ايه؟ قال لي هيلبس مي موف، هيلبس مي موف، يعني بتساعدني اتحرك، افرد دراعي، اتنيه، افرد رجلي، اتنيها، ما فيها مفاصل وعظام. تمام. طيب استوميك اللي هي المعدة شغلتها بتعمل ايه؟ بتهضم الطعام. طيب يهضم يعني ايه بقى؟ قال لي ديجستس فود، ديجستس فود، يعني يهضم الطعام. تمام. تاني الهارت بامبس بلاد، سكن بروتكتس بودي، البون هيلبس مي موف، ستومك ديجستس فود. تمام. طيب في الاول لما نيجي نتكلم مثلا نقول ايه؟ This is my heart، This is my heart، هذا هو قلبي، هذا هو قلبي. طيب هتكلم عن الجلد، يبقى هقول مثلا This is my skin، This is my skin، والواد بيشاور اهو على ايه؟ على جلد. طيب العظمة نفس الكلام، This is my bone، يمسك اي ايه؟ اي عظمة في جسمه اللي بتساعده على الحركة.
البنت دي بقى بتقول this is my stomach اللي هي المعدة أو البطن، تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف هنسأل عنهم إزاي. هو بيعلمني طريقة سؤال جديدة في الدرس. طريقة السؤال دي إيه؟ What does my كذا do؟ What does my كذا do؟ مش فاهمين. عايز أقول مثلا ماذا القلب بتاعي وظيفته إيه؟ بيشتغل إيه؟ الجلد بتاعي بيعمل إيه؟ كده يعني. فطبعا امسك ضز عشان الحاجه اللي هتكلم عنها مكان كلمه عضو الجسم مفرد، فلازم تيجي ضز. ماي عشان الحاجه دي بتاعتي، وبعدين اجيب دو لان انا هنا استخدمت ضز، فلازم يجي الفعل في المصدر. فانا الافضل عشان افهمها وانا في ثالثه ابتدائي احفظ التعبير على بعضيه. وات داز ماي، واجيب اي عضو من الاعضاء الاربعه اللي هما القلب هارت، الجلد سكين، العظمه بون، المعده ستوميك. فممكن اقول وات داز ماي هارت do، what does my skin do، what does my bone do، what does my stomach do، وهكذا. تمام. طيب لما اجي اجاوب بقى، تعالوا نشوف اول وظيفة للمعدة مثلا بتاعتنا. فبنقول what does my stomach do، المعدة بتاعتي بتعمل ايه؟ ايه شغلة المعدة؟ المعدة دي اللي هي جوه البطن، شغلتها قال لي ادي جاستس فود، ادي جاستس فود يعني تهضم الطعام، تهضم الطعام. هو بس يعرف كلمة استمك اللي هي المعدة، مش مهم كلمة تهضم عشان صعبة شوية. طيب نشوف العملية دي هتمشي ازاي. طبعا هنا احنا شايفين احنا بناكل الاكل كده من البق، تمام، بينزل في البلعوم ده اللي هو الزور ويوصل للزرقة دي، الزرقة دي هي المعدة، هي الايه؟ المعدة. فهي بتهضم الطعام وبعدين ايه؟ تنزله، تمام؟ طيب ماشي، نيجي بعد كده What does my heart do؟ heart اللي هو القلب، ايه وظيفة القلب بقى؟ شغلانة القلب ايه؟ قال لي it pumps blood to the body، pumps يضخ، blood الدم، يضخ الدم to the body الى الجسم. لو بصينا كده على شكل القلب، بصوا بقى اللي طالع منه عروق قد ايه، من هنا هو، ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن فوق ومن تحت ومن على الجنب، كل دي عروق وحاجات طالعه من القلب بتضخ الدم. هو في دم كده بيضخه للجسم كله علشان يساعده على يساعد الجهاز التنفسي على التنفس، ويساعد المعده على الهضم، هو اللي بيساعد كل حاجه في الجسم، تمام. طيب ماشي، نيجي بعد كده يبقى فهمناها كده what does my heart do it pumps blood to the body. نيجي للجلد بقى، وظيفة الجلد ايه بقى؟ what does my skin do، الجلد بيعمل ايه؟ طبعا الجلد بيحمي الحاجات اللي جواه، it protects، protect دي خدناها في سنة تانية، ساعات قلنا كنا بنقول ساعتها نحمي البيئة الترم التاني، it protects my body يحمي جسمي، تمام. طيب جبنا احنا بقى صورة موبايل عشان نعرفك ان الكفر بتاع الموبايل ده شكله حلو، ده بيحمي الموبايل، وكذلك جلد الانسان، جلد الانسان بيحمي الاعضاء اللي جواه، تمام. طيب اخر حاجة بقى معانا اللي هي السؤال عن العظام، ايه فايدتها بقى؟ What does my bone do، العظام بتعمل ايه؟ طبعا it helps me move، تساعدني على الحركة، تساعدني على الحركة. هحاول احفظ heart شغله bumps، وskin الجلد شغله protect يحمي، bone العظمة move تساعد على الحركة، تمام. لما نيجي بقى نحل على التمارين دي هنحل ازاي؟ هنقرا الجمل. This is my كذا، this is خدناها الدرس اللي فات، هذا يكون، وماي دي الحاجة بتاعتي، هذا يكون ماي كذا، it protects my body، protect يعني ايه protect؟ قلناها من شوية فاكرين؟ يحمي body الجسم، ايه اللي بيحمي الجسم بقى؟ الهارت ولا سكين ولا البون؟ القلب ولا الجلد ولا العظام؟ طبعا سكين اللي هو الجلد هو اللي بيحمي الجسم. طيب this is my كذا، برضو الحاجة دي helps me move، help يساعد،
helps me يساعدني. move اتحرك. ايه اللي بيساعدنا اتحرك؟ stomach ولا skin ولا bone؟ طبعا ها bone اللي هي الايه؟ العظام. طيب this is my كذا. it digests food. food طعام. ايه اللي بيهضم الطعام؟ اكيد stomach اللي هي المعدة. طيب دي جملة من سنة تانية بقى. I have two. انا عندي اتنين ايه؟ food ولا feet ولا food؟ طبعا عايز الجمع هو، هتبقى اقدام اللي هي feet، تمام؟ عشان ده جمع شاز. طيب ندخل بقى على الشغل بتاع النهاردة. الولد ده جديد معانا، ما مش هنتكلم بقى عن هاني وهنا كالعادة، لا هناخد رامي. ورامي هيفضل معانا على طول في كل الشخصيات اللي هنتكلم عنها. ماله رامي؟ رامي معاه أروى، فبيتكلموا مع بعض. فرامي بيقول لها ايه؟ شايف أروى امال بتكح وتعطس وتعمل وماسكة المنديل اهي. فبيقول لها What is the matter؟ What is the matter؟ ايه الحكاية؟ مالك النهاردة؟ فطبعا أروى ردت وقالت I have a cold. I have انا عندي a cold يعني عندها برد، تمام؟ طيب قال لها ايه بقى؟ هيبدا يديها النصيحه، تمام؟ فقال لها stay at home. stay at home يعني امكسي في المنزل، خليكي ما تطلعيش بره عشان ما تعديش حد وعشان البرد يروح منك كمان، تمام؟ يبقى رامي سأل أروى What's the matter؟ ما الموضوع؟ قالت له I have a cold، أنا عندي برد. قال لها stay at home. stay at home امكس بالمنزل، ابقي في المنزل، تمام؟ طيب دي الشخصية الأولى. الشخصية الثانية يا ترى رامي ومين المرة دي؟ رامي وإنجي. رامي وإنجي. فرامي بقى هيقول لها كالعادة ايه؟ What is the matter؟ ايه الموضوع؟ مالك يا انجي انت كمان؟ ايه الحكاية؟ What is the matter؟ ردت انجي وقالت I have a cough. I have a cough. طبعا الجي اتش في اخر الكلمة بنطقهم فيه، عشان كده كف يعني كحة. كف يعني كحة. قالت ان هي عندها ايه؟ كحة. هيقول لها stay at home يا ترى، عودي في البيت زي أروى؟ لا، هيقول لها حاجة تاني. هيقول لها ايه؟ تعالوا نشوف. drink water. drink يعني اشرب. هنا لما جيتها اول الكلام يبقى فعل امر، اشرب. water المية، اشرب مية. with مع او بي، اشرب مية مع، اشرب مية بي. ليمون اللي هو الليمون. ويا ريت ننطق صح، ما اسمهاش ليمون، لا ليمون، تمام؟ يبقى اشرب ميه بالليمون عشان تخفف الكف اللي هي الكحه، تمام؟ طيب نشوف الشخصيه الثالثه اللي مع رامي. معاك مين يا رامي المره دي؟ معانا نبيله. هيبدا يسالها رامي كالعاده What is the matter؟ ما الأمر؟ ما الموضوع؟ إيه الحكاية يا حاجة نبيلة؟ نبيلة يا ترى عندها إيه المرة دي؟ نبص في الصورة كده ونحاول نعرف؟ ها؟ لسه وجعانة. يبقى عندها إيه؟ صداع. صداع. صداع خدنا اسمه، حد فاكر؟ لا. قلنا طبعًا الرأس كان اسمها إيه؟ هيد. هنزود عليها إك، هيدك. فنبيلة قالت I have a headache. I have a headache. يعني عندي أنا صداع. عندي صداع، تمام؟ أنا عندي صداع. هيقول لها إيه يا ترى بقى؟ تعالوا نشوف. طبعًا نصيحة جديدة. إيه بقى دي بقى؟ قال لها try to sleep. حاولي تنامي. try يعني حاول، to and sleep يا نام. try to sleep. حاولي أن تنامي. حاولي أن تنامي. لازم أحفظ التعبيرات دي، لازم تتحفظ، تمام؟ طيب
يبقى رامي مع الشخصية الثالثة نبيلة كان عندها هيديك صداع وقال لها try to sleep. طيب نيجي بقى رامي تاني ومع المرة دي مي بيقول لها what is the matter، ايه يا مي انت مالك كمان، شايفين مي شكلها هتموت، يبقى مي هتقول له I feel sick. I feel sick يعني حاسة اني مريضة، اشعر باني مريضة، بتقول كده هي حاسة ان هي ايه مريضة. هيقول لها ايه بقى هيفتي، هي البنت اللي كان عندها برد قال لها stay at home، اقعدي في البيت، والبنت اللي كان عندها كحة قال لها drink water with lemon، اشربي مية بالليمون، والبنت اللي كان عندها صداع قال لها try to sleep، حاولي تنامي. طب البنت اللي مريضة بقى طبعا هيقول لها ايه، تعالوا نشوف، قال لها go to the doctor، go to the doctor، الاتنين ينفعوا دكتور وداكتور بريتش وامريكان، طبعا روحي للطبيب، بيقول لها اذهبي للطبيب، go to the doctor يعني اذهبي للطبيب، تمام؟ علشان هنا مش هيألف هو بقى، ما هو مش عارف مريضة بإيه، تمام؟ طيب شوف الشخصية اللي مع رامي اللي بعد كده، الشخصية اللي بعد كده داليا، رامي كالعادة what is the matter، إيه الموضوع يا داليا مالك؟ طبعا داليا ماسكة بطنها، يبقى يا ترى عندها ايه؟ عندها ألم في المعدة، فهتقول له my stomach hurts، my stomach hurts يعني معدتي تؤلمني، بطني وجعاني، my stomach hurts، my stomach hurts. طيب هينصح هيقول لها ايه بقى، هيقول لها take some medicine، take some medicine، take some medicine يعني خدي او تناولي بعض الايه، بعض الادوية، medicine قلناها يعني دواء، تمام. طيب نشوف بقى الشخصية اللي بعد كده مع رامي، مين دي يا ترى؟ هند، اخر شخصية معانا، مالها هند؟ في الاول رامي هيقول لها what is the matter كالعادة، ما الامر، ما الموضوع؟ طبعا ردت هند وقالت ايه بقى، I have a fever، ان عندها حمى، حتى كمدتها هي عشان السخونية وحتى مقياس الحرارة في بقها، فبتقول I have a fever يعني ان عندها ايه، حمى، تمام، والعياذ بالله، ربنا يعافينا جميعا. فطبعا قال لها go to the doctor، اذهبي الى الطبيب، اذهبي الى ايه، الى الطبيب. هنعيدهم تاني على السريع، رامي كان مع اول شخصية اللي هي اروى، وطبعا قال لها مالك what is the matter، قالت له I have a cold، رد عليها وقال لها ان stay at home. الشخصية التانية اللي كانت مع رامي انجي، وقال لها what is the matter، ما الامر، قالت له I have a cough، عندها كحة، قال لها اشربي مية بالليمون، drink water with lemon. الشخصية التالتة نبيلة قال لها ايه الحكاية، قالت له I have a headache، عندي صداع، قال لها try to sleep، حاولي تنامي. الشخصية اللي بعد كده كانت مي، طبعا قال لها ايه الحكايه، قالت له اي فيل سيك، اشعر بالمرض، قال لها جو تو ذا دكتور، اذهبي الى الطبيب. اخر شخصيه اللي هي داليا، قال لها لا دي مش داليا، مش الاخيره، قالت له عندي الم في المعده، ماي ستومك هارتس، قال لها تراي سم ميديسين، خدي ايه، خدي دواء. اما بقى الاخيره اللي هي هند، قالت اي هاف فيفر، عندها حمى، قال لها جو تو ذا دكتور. كده وصلنا لنهاية الفيديو، والواجب برضو كالعادة هنحل الحصة اللي جاية على الدروس على بعضها. توفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.